بديت ألعب وأنا عمري 7 سنين. كنت رايحة مع ابن عمتي على التمرين، بادرين كوتش تاعه سألني إذا بحب أجرب هيك، ما كان عندي مانع ونزلت جربت، كيفت مشاكات أول مرة بحياتي إنه بمسك طابة وعرفت ألعب باس. أنا هلأ لاعبة بالمنتخب السيدات الأردن تحت 17 سنة اللي رح نشارك كأس العالم. الموقع تاعي بلعب وسط، بحب مكاني كثير لأنه بوزع طابات كثير بصنع لعب. مرة بالبرتغال صنعت جول من قبل نص الملعب، كان جول ما ممكن أنساه. بالنسبة لنا كلنا إنه استضافة كأس العالم رح يكون إنجاز لنا كلنا وحلم ما كنا أصلا عمرنا رح نوصل له. فبالنسبة لنا إنه نحن هلا عم نعمل كل إشي مشان نطلع بأحسن صورة بكأس العالم.